ونستأذن الأخوة في هذا السؤال لأن صاحبه قال إنه جاء مسافة 35 كيلو لعرض هذا السؤال. امرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعد الحيض ويستمر معها إلى الحيض الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة، وأحيانا يخرج معها أثناء الصلاة، فهل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة، وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ هذا يقع من بعض النساء، وخروج الماء الأبيض بعد الحيض يستمر مع بعض النساء، هذا حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، يستمر معها مثل المستحاضة، سواء المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، مثل صاحب السلف أيضا، هذا عليها أن تستعين بالله وتسرب بها العافية، ولا منع أن تعالج على نفسها على بعض الطيبات على تنفع. فالمقصود أن هذا وأمثاله حكم السلف، عليها أن تستنجي في هذا الوقت وتصلي، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وهذا حكم البول ليس حكم الحيض. إذا أصابها هذا واستمر معها فلها عذر في أن تجمع بين الوقتين وأن لا تصلي ولا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. أما إذا كان لا يعرف بعض الأحيان يعرضها بعض الأحيان ولا مو مستمر، فهذا مثل ما يعرضها بعض الأحيان البول أو الريح، إذا عذر يقطع الوضوء، إذا وجدته قطع الوضوء وعاد الوضوء، وإذا وقعت الصلاة قطع الصلاة، مثل الذي يخرج الريح الصلاة أو الضراط الصلاة أو الضول في الصلاة كان يقطع الصلاة. إذا كان مستمر يعني معه هذا البلاء مستمر، الريح معه مستمرة أو الوضوء معه مستمر، هذا بعده فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، ولو أن الماء يمشي يصلي على حسب حاله، لكن حفظ شيء من فضل أو غيره لعل يخفف عنه بعض الشيء، ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ إلى كل صلاة، فإذا دخل الوقت توضأ وصلى جمعا أو فرادى.